بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا متابعين قناة رضا الدسوق الاعزاء، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من قناة رضا الدسوق. النهاردة مع بعض هنتعرف على موقع جميل جدا بيحرك لنا الصور القديمة وبيعدل عليها زي ما انتم شايفين كده الصور اللي قدامكم. هنتعلم مع بعض ازاي نحرك الصورة بالطريقة دي، وازاي ان احنا نقدر نحركها ونعمل فيها تحريك للعيون والشفايف والابتسامة. كل ده هنتعرف عليه من خلال الفيديو بتاعنا النهاردة. ركزوا معايا في الفيديو واعرفوا كل التفاصيل اللي هقول لكم عليها، واسيب لكم رابط الموقع اسفل الفيديو. هنبدأ على بركة الله الشرح بتاعنا. هنفتح الموقع زي كده، هنا الموقع فيه اكتر من خدمة. لو جينا للصفحة الرئيسية هيعرض لنا كل الحاجات دي. ممكن ندعي العائلة بتاعتنا، احصائيات والمناسبات، شجرة العائلة، في الشجرة العائلة الخاصة بي. ده الموقع بيكون مجاني لمدة 14 يوم، في صور وفي تلوين الصور وتحسين الصور، وفي الجديد بقى اللي هو تحريك الصور. هنتعرف مع بعض ازاي نحرك صورة. هنضغط هنا ونبدأ نحمل الصورة اللي احنا عايزين نعمل لها تحريك. طيب هندوس على تحميل الصورة. على ما نختار الصورة اتمنى من كل اللي بيتابعني لأول مرة يشترك معانا في القناة ويفعل الجرس على الكل، وما تنسوش اللايك والشير علشان يستفاد بيه عدد كبير من المتابعين لليوتيوب. هنبدأ نشوف صورة كده نحركها مع بعض، وليكن الصورة دي. هنحاول نغير في اسم الصورة او اعداداتها بحيث ان هي تقبل معانا، وليكن الصورة دي. كمان عندنا خطأ، بنحاول نشوف المشكلة فين ونعالجها مع بعض. تقريبا كده ممكن يكون حجم الصورة. هنحاول نعدل المشكلة دي. هوقف الفيديو وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني للفيديو. هنكمل مع بعض المشكلة اللي كانت موجودة. الموقع هنا كان بيدينا المشكلة بتاعة تحميل الصورة لازم تكون بمساحة معينة وحجم معين. انا فتحت الفوتوشوب هنا وهبدأ اعمل تعديل للصورة بتاعتي. هخلي الحجم بتاعها 300 × 300 زي ما الموقع طالب معايا المساحة كده. تمام، هنبدأ نقول حفظ للصورة. هنحفظ الصورة بتاعتنا على الديسكتوب واديها رقم او اسم واقول له سيف، وهنجرب مع بعض بعد حفظ الصورة. ندخل على الديسكتوب ونجيب الصورة اللي احنا حفظناها كده. اتحملت معانا الصورة وصححنا الخطأ اللي كان موجود. انا حبيت ان انا اعمل لكم الطريقة مباشرة مع بعض، لو في اخطاء قابلتكم نقدر نصلحها مع بعضنا. والفيديو زي ما انتم شايفين انا بشرح لكم كل التفاصيل اللي موجودة واللي هتقابلنا او المشاكل اللي ممكن تقابلنا في الفيديو او في شغلنا على الموقع. زي ما انتم شايفين الحركة بتاعة الصورة ظهرت ازاي، هي صورة ثابتة لكن الحركة ظهرت قدامكم. حاجة جميلة والموقع بيقدمها لكل الرواد بتاعته، وتقدروا تعملوا الصور دي في الصور القديمة بتاعتكم لو حد متوفي، تقدروا تعملوا عليها تعديل، تقدروا تشتغلوا على الموقع بطريقة سلسة وسهلة. ما إلا بس انت بتحمل الصورة بالصيغة المطلوبة والحجم والمساحة، وتقدر تعمل عليها لمسة فنية كده جميلة. في نفس الوقت هتحمل تنزل الصورة بتاعتك كده، نزلت معانا اهي بصيغة MP4. تحملها على الفيسبوك، تقدر تشاركها على الفيسبوك، على تويتر، تاخد لها رابط. زي ما انتم شايفين الصورة متحركة معانا، حاجة جميلة جدا من الموقع. هسيب لكم رابط الموقع اسفل الفيديو، ادخلوا على الموقع اعملوا اشتراك. بتمنى ان انتم تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس. وانتهى الدرس بتاعنا النهاردة، مع تحياتي ليكم رضا الدسوقي.